ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الإيمان به وتصديقه بما جاء به من الوحي والشريعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم تقديم محبته على محبة جميع الناس حتى على النفس والولد والوالد. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمحبة الصادقة للرسول صلى الله عليه وسلم تورث اتباعه والاقتداء به والاهتداء بهديه، لأنه هو الأسوة والقدوة، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.